للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو تحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. مرحبا بك أستاذ لبيد. في تصريح لمستثمر الجزيرة في الموصل قال أن كارثة العبارة يعني كارثة مفتعلة وأن ميليشيا العصائب تستولي على الاستثمارات هناك، كيف تقرأ هذا التصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. اسمحوا لي في البداية أن أقدم باسمي وبالنيابة عن جميع أعضاء التحالف الوطني أن أحر التعازي لذوي الضحايا، داعيا الله تعالى أن يلهمهم صبرا جميلا واحتسابا ويتغمد من قضى نحبه بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بالنسبة لحادثة العبارة، بصرف النظر عما إذا كان الحادث مدبرا أم غير مدبر، فهو ليس الأول من الفواجع التي أصابت الشعب العراقي ولن يكون الأخير، ما دام الفساد هو السيد الموقف الذي يستشرى في كل العراق من جنوبه إلى شماله ومن شرقه إلى غربه. فهذه الحوادث بالحقيقة متوالية ولن تتوقف، ولن يهدأ العراق ولن يتعافى من المصيبة والكارثة التي حلت به إلا بزوال هذه الطغمة التي جثت على العراق بفضل الاحتلال الأمريكي، ثم جاء أصبح الاحتلال مزدوجا وأصبحت تتلقى هذه الحكومة دعما توافقيا تخادميا بفضل التخادم القائم بين أمريكا وإيران. العصائب أو الميليشيات بالحقيقة هي من يمتلك حالة الاستثمار بصورة عامة في الموصل وبصورة خاصة في جزيرة أم الربيعين وكل تفرعاتها بما في ذلك العبارة. لذلك فالمسؤولية بشكل مباشر تقع على عاتق الميليشيات التي هي المستثمر الأساسي، وبشكل عام تقع على المسؤولية على الإدارة المحلية. وعلى يعني في المقابل ميليشيا العصائب ترد على ذلك بأنه لا يوجد نص قانوني يمنع العصائب من الاستثمار في نينوى. وهذا صحيح، أنا أقول لك هذا صحيح. العصائب أخي وأخواتها من الميليشيات التي يتشكل منها الحشد الشعبي، هذه الميليشيات أو الحشد الشعبي تم تشريع قانون لها، فأصبحت بموجب القانون إحدى المؤسسات التابعة للقوات المسلحة العراقية. هذا القانون تم تشريعه والمصادقة عليه من قبل البرلمان بالإجماع في نوفمبر عام 2016. هذه المسألة ما حد يقدر يقول لا بها. نعم. لا ولا نعم. عضو برلمان ولا أي أحد المزاودين. حتى أن الخبير الأمني مؤيد الجحيشي يقول أن العصائب اعترفت بامتلاكها 90% من استثمارات الموصل. أستاذ لبيد، يعني إلى أي مدى تعتقد أن هذه الاستثمارات ووجود هذه الاستثمارات سيجعل العصائب تدافع عن محافظ نينوى؟ هذه طبعا محافظ نينوى، سواء يعني المحافظ نينوى أي محافظ، سواء استبدل نوفل العاقوب بشخص آخر، أنا أقول لك سيستبدل فاسد بفاسد آخر، ربما أكثر. المشكلة لا تحل في استبدال محافظ أو باستبدال مكتب إداري أو هيئة إدارية في إدارة الموصل أو إدارة المحافظة إلى آخره. المسألة هذه كلها ترقيعات وهذه كلها تشديد للأغصان، والصحيح هو أن تقتلع الشجرة من جذورها، لأن الشجرة شجرة خبيثة وشجرة فاسدة ويجب اقتلاعها من الجذر. هذه الحلول الترقيعية لا تحل لا تحل ولا تسقط، ومن شأنها أن تمتص فقط تمتص خلطة الناس ويريدون أن ينفذوا هذا الاحتقان الزائد حاليا والغضب والغليان الجاري الشارع الموصلي، وتنتهي القصة وتنسى كما نسيت قصص أخرى. طيب. المشكلة هي مشكلة جذرية ولا يمكن أن يتعافى العراق إلا بزوال هذه الطغمة الفاسدة ترمت. طيب أستاذ دبيد، على خلفية فاجعة الموصل، تحالف الفتح يقول إن أغلب الفصائل المسلحة المنتشرة في الموصل غير رسمية، يعني إلى أي مدى ترى أنه ربما يكون هناك صدام سياسي متوقع؟ الفصائل كلها غير رسمية صحيح، وهذا ما أشارت له وأشار ما له تقرير تقصي الحقائق الذي يتكون من 40 صفحة. أنا قرأت التقرير وتكرر ذكر عدد من الفصائل غير الرسمية، منها فصيل أبو رقية
التحسين اللامي أو التميمي وغيره من الفصائل. هؤلاء يمتلكون ما يقدر بلواء عسكري، وهم المسيطرون على عملية تهريب السكراب وتهريب الحديد من الموصل إلى شمال العراق ثم إلى إيران، ويقومون أيضا بترويج وتهريب المخدرات من إيران إلى الموصل وإلى مناطق أخرى في شمال العراق. هذه كلها أصبحت معروفة وموجودة ومذكورة وموثقة في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي يتشكل منها برلمانيون يمثلون مدينة الموصل. لكن وهذه بالحقيقة كلها مجرد تشخيصات، العلاج لن يتم، لا يوجد علاج. نحن نسمع بالفساد ونسمع باللجان التي تتشكل من أجل معالجة الفساد، هذه كلها نسمع فيها منذ عدة سنين، منذ أكثر من 10 سنوات نسمع بهذه، لكنه مجرد تشخيص ومجرد ضحك على الذقون ومجرد محاولات. كذلك نسمع بالمكاتب الاقتصادية التابعة الميليشيات في نينوى، يعني في ظل الضغوط الشعبية والسياسية التي تفرضها يعني وقوع هذه الكارثة، إلى أي مدى تتوقع ربما أن تغلق هذه المكاتب؟ لن تغلق هذه المكاتب. هذه المكاتب كما أكد التقرير الذي أشرت إليه، هذه المكاتب هي موجودة أصلا بسبب تواطؤ من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. هذا نص ما مكتوب بالتقرير، أنا أقرأه لك من التقرير، تقرير تقصي الحقائق، وتعمل بالتهريب والمتاجرة، وهذا موجود في صفحة 14 من التقرير بالمناسبة. وهناك كتب رسمية صادرة من مكتب رئيس الوزراء لتسهيل نقل السكراب والسكائر والأغنام إلى الشمال، من الموصل إلى الشمال، عمليات تهريب مستمرة على قدم وساق وجهارا نهارا وعلى عينك يا تاجر. فهذه شبكة كبيرة، شبكة الفساد أصبحت شبكة كبيرة وشبكة خطيرة، ومدعومة من قبل رئاسة الوزراء، ومدعومة من قبل أعضاء البرلمان، ومن قبل إيران، ومن قبل يعني كل هذه الشبكات في الحقيقة تحتمي بكل مؤسسات الدولة، وهي جزء من منظومة الفساد العامة المنتشرة بالعراق، ولن تحل. أنا أقول لك يعني قولا واحدا، لن تحل إلا باقتلاع العملية السياسية برمتها وهذا النظام السياسي الفاسد الذي جاء به الاحتلال، لن تحل المشاكل إلا بتحرير العراق كاملا من هذه الطغمة الفائسة. شكرا لك سيد لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا من مالمو السويدية.